نقابة أطباء مصر بتبدأ النهاردة بالاتفاق مع جمعية الهلال الأحمر المصري تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين. الدورة التدريبية دي للأطباء هتتم من خلالها تدريب الأطباء على إزاي يتم التعامل مع الكوارث الإنسانية، إزاي يتم التعامل مع الحالات المرضية الحرجة، إزاي يتم التعامل مع الحالات النفسية، ما يتعرض إليه أهلنا في غزة وفلسطين. أكيد عندهم صدمات نفسية كبيرة صعبة جدا، يعني ده في حد ذاته هيكون محتاج تعامل من نوع خاص عشان يكون كل الفرق الطبية اللي هتروح قادرة على التعامل مع كل هذه المعطيات، عارفين ازاي يتعاملوا انسانيا مع هذه النوعية من الحالات اللي هتكون اللي هيقابلوها هناك. عايزين عشان نقدر مع حضراتكم نفهم اكتر ونستوعب اكتر ويعني نسال اكتر عن الاسئله عن اهميه هذا التدريب او كيفيته او المساهمه بتاعه نقابه الاطباء هتكون ازاي، معانا مع حضراتكم دلوقتي الاستاذ الدكتور خالد امين، الامين العام المساعد ومقرر لجنه مصر العطاء بالنقابه العامه للاطباء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. في الحقيقة طبعا انه اكيد دور مهم جدا لنقابة الاطباء بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري، لو حضرتك تكلمنا اكتر عن طبيعة هذه الدورة التدريبية. الحقيقة انا بكلم حضراتكم دلوقتي وانا في الهلال الاحمر. حضرتك في الهلال الاحمر؟ حالا دلوقتي. حالاً. انا دخلت العربية بس عشان بس الصخب ممكن يكون فيه، فانا موجود في الهلال الاحمر المصري ومعانا 50 دكتور دول الدفعه الاولى اللي بدانا تدريبهم من النهارده. لسه مخلصين حالا دلوقتي التدريب، كنا بنزور غرفه العمليات الخاصه بالهلال الاحمر المصري وبنستكشف بعض الحاجات اللي حابين ان احنا نعرفها داخل المبنى نفسه. يعني حتى جوه وسط الاطباء دول في نقيب الاطباء الدكتور سعد الحي واستاذ تخديم وهم التخصصات المطلوبه، وهو نفسه وجيت لي الصبح النهارده موجود في وسط الاطباء وبيقول انا موجود النهارده بشكل متطوع بصفتي ان انا متخصص في التدريب ومستعد اسافر في اي وقت لو ان شاء الله وفي حد فرصه. التدريب ده كان خطوه من بعد خطوات كتير بداناها، بدانا من حوالي اسبوع تقريبا اعلنا على ان احنا هنبدا ان احنا حطينا فورم للتسجيل والاطباء المتطوعين يا جماعه اللي في التخصصات زي التخصصات الجراحيه المتخصصه زي المخ والاعصاب والقلب والصدر وجراحه الاوعيه الدمويه وجراحه التجميل والتغذيه والعنايه المركزه، دي التخصصات المطلوبه في المناسبه لنوعيه الاصابات اللي احنا ممكن نشوفها هناك او نشوفها في المصابين لو جم هنا في مصر يسجلوا معانا. النهارده كان اخر ابديت وصل لي ان احنا تجاوزنا 1000 دكتور متطوعين بشكل كامل، تصنيفاتهم جاهزه عندهم استعداد يتوجهوا فعلا في حاله اتاحت الفرصه ليهم ان هم يسافروا يا دكتور. في اي وقت بنتصل بيهم وبناكد عليهم التاكيد ده، حضرتك مستعد انك تسافر، حضرتك مستعد انك تشتغل في مصر في المستشفيات المصريه او المستشفيات الميدانيه لو احنا حصل ايفاكويشن من هناك للجرحى والمصابين وبدانا نستقبلهم هنا. دكتور خالد حضرتك بتقول وصلتوا ل 1000 اعتقد 1000 دكتور، انا واثقه ان حضراتكم لو فتحتوا باب اكتر كمان هتلاقي مش 1000، هتلاقي 10000 دكتور من شباب مصر الواعي المسؤول. انا وضحت ليه 1000؟ احنا 1000 لان احنا طلبنا تخصصات محدده، وطلبنا ان يكون باسبور جاهز، وطلبنا ان هو يكون يا ريت لو عنده خبره في الحكايه دي، وطلبنا ان يكون مخلص على الاقل ماجستير او دكتور. لو فتحنا الموضوع بشكل عام أوسع. انا متاكد ان اطباء مصر كلهم هيسجلوا. صح. صحيح. النهارده نقيب اطباء مصر هو استاذ اعلى المعاش كان موجود النهارده في وسط الاطباء متطوع بشكل كامل لان هو يشارك في العمليات كطبيب. تمام. وكان في النهارده اساتذه وكان في ناس لا الحقيقه كان النهارده مشهد ملحمي. وكان بالمناسبه زارنا في التدريب الدكتور يونس الخطيب وهو رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكان الحقيقة يعني مش عايز أقول لحضرتك كم الحميمية اللي كانت موجودة في عينيه وهو بيبص للناس وشايف قد إيه الناس مستعدة إن هم يشاركوا بلا قيد أو شرط في المسألة دي. ده شكل من أشكال الدعم اللي إحنا بنحاول إن إحنا نقدمه. في شكل تاني وهو عمل أو مساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية من الأدوية، إحنا شغالين على ده. يعني عندنا كميه كبيره جدا من الادويه اللي هم في احتياج ليها هناك، جمعنا كميه كبيره وشغالين على كميات اكبر. ادوات الاعاشه، البان الاطفال،
كل الاحتياجات يعني يا دكتور؟ كل الاحتياجات. احنا على تواصل مباشر مع هناك مع الهلال الاحمر الفلسطيني ومن خلال الهلال الاحمر المصري، فبنعرف احتياجاتهم ايه، لان حضرتك بتبصي دايما وانت بتقدمي الدعم لناس لازم تبقى ليهم ايه اللي انتم ايه احتياجاتهم، ايه اللي هم محتاجينه بالظبط، وايه نوع المساعده اللي احنا ممكن اي حاجه تكون مفيده، لانها ممكن تكون اتغطت مثلا من مكان ما او جهه ما او حاجه، فانت بتسالهم ايه اللي احتياج دعم، وده بيتغير يوميا. ده احنا شغالين عليه دلوقتي، وان شاء الله هنخرج عربيات ونقل كبيره جدا، لانها كميات كبيره جدا، والمصريين عليهم يعني. والله ان امبارح انا خارج من النقابه الساعه 9 بالليل، لقيت واحد بيخبط عليا بالنقابه، طبعا بيخلص الساعه 5، راح بيخبط عليا بالنقابه، انا عايز اتبرع، انا كنت بجيب شويه سكر هنا فعايز اتبرع. قلت له ده طب تعالى الصبح او روح البنك مش عارف ايه، لا انا عايز اتبرع وانا مش عارف. طب انا مش هاخد منك فلوس دلوقتي. الحقيقه الحاح فظيع على المشاركه، كل مقبل على انه يقدم يعني اللي يقدر عليه، وده يعني الحقيقه مش غريب ابدا على اطباء مصر يا دكتور، ولا غريب على المصريين، ولا على المصريين يعني. كل المصريين بالزبط تبرعوا بالدم دعما ومساعده لاهلنا في فلسطين. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور خالد امين، مقرر لجنه مصر العطاء بالنقابه العامه للاطباء، وهم دول المصريين، هم دول عهدنا المصريين.